السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وما خصكم حتى شي حاجه في الدنيا. اهم حاجه في الدنيا بالنسبه ليا هي الصحه، السلامه، راحه البال، الفلوس اللي نقدروا اننا نعيشوا بهم. ما نحتاجوا حتى شي واحد في الدنيا مهما كانت المكانه ديالو او الصفه ديالو في هذه الحياه. نعمه العقل اللي عطانا الله سبحانه وتعالى وميزنا على باقي العباد، وخاصنا دائما اننا نخدموا وما نكونوش سطحيين، ناس اللي هما سطحيين واي حاجه حطوها لينا الا واننا نتقبلوها. اليوم غنهضروا على فيرو شيشي ولا ولد شينويه. فيرو شيشي اللي تقريبا هذه واحد الاسبوعين انتشر بواحد الطريقه اللي هي سريعه على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اصلا كان منتشر غير هو كان مخبي، ولكن حاليا راه انتشر وتصابوا به غالبا هذا الفيروس ديال شيشي. ما كيصيبش الناس هكا العاديين، ولكن هو صاب مؤثرين ومشاهير وفنانين. ومن كنقول مؤثرين راه هما ما كياثروش عليا انا، ولكن قدروا انهم ياثروا عليكم، وجا الوقت انهم يتصابوا بفيروس شيشي. لان هذا الفيروس عنده بزاف الاعراض. الناس اللي عرفوا فيروس كورونا، فكورونا كانوا عندها بزاف الاعراض، سخانه، كان عندها انه العظام ديالك كيطيبوا، كتحس بهم هما ضارينك، كتحس باللي انت مثلا فاول، كسول، بزاف الحاجات كيضر في المصارن. ولكن الاعراض ديال فيروس شيشي اول شينويه اللي بعد ما كان نهضروا كان يعني الهمه والشان والفلوس والشهره، حاليا في الحبس. فهو بالنسبه لهاد المؤثرين والفنانين والناس اللي كانوا لاصقين فيه ولاصق فيهم، اكيد كاينه مصالح مشتركه. فبالنسبه لهم حاليا بعد ما كان كيدعمهم وكيدعموه دوزا ولد شينويه وسيره ولد شينويه، ولا بالنسبه لهم فقط واحد الميكروب وواحد الفيروس اللي ممكن انه يسالي معاهم او ينهي الحياه ديالهم. ومن تنقول يعني الحياه ديالهم، فماشي واحد انه غيضر الصحه ديالهم، ولكن غيضر الكارير ديالهم. فنانين اللي شفناهم بحال لطيفه رأفت، بحال سعيده شرف، غير اللي كان هذا الفيروس دائما لاصق فيهم. هي بعد ما كان الهمه والشان، ولا بالنسبه لهاد الناس هو مجرد فيروس انه ممكن انه يسالي الحياه ديالهم والكارير ديالهم. بعد ما انهم كانوا كيتصوروا طلعوا ولد شينويه، هبطوا ولد شينويه، ها هو ولد شينويه جا، ها هما البادي غارد، ها هما الذهوبات، وغايت شهر كيخلص ولد شينويه وكيطلع هكا وكيسبوا وكيعايروا. وما خفية كان اعظم بالنسبه لهم حاليا مجرد فيروس، يعني فقط الاقتراب من ولد شينويه، فقط الاقتراب منه فهو واحد الحاجه اللي ممكن انها تسالي معاهم او تفضي معاهم. من هاد المشاهير او المؤثرين بالنسبه لكم نتوما اللي ماشي مؤثرين، فقط حتالات مجتمع، منهم الحكومه اللي كتطلع تسب العباد، منهم ندى حسي، منهم بزاف ديال الفنانين لا داعي لذكري اسمهم. ما كان والشينويه بالنسبه لهم ولا بالنسبه لكم هم وشان، ولا مجرد فيروس او ميكروب اللي كيخافوا منه؟ صراحه ولد شينويه ما كيبقاش فيا وما عمره ما غيبقى فيا، لانه عنده واحد النفس شريره، نفس شريره، وفعلا ميكروب وفيروس اللي قدر انه يطلي بزاف الناس. كيفاش انه قدر يطلي بزاف الناس؟ يعني كاينين بزاف الوليدات اللي هما حاليا انتشر فيهم الفيروس ديال شيشي، بحكم انه كيشوفوا مثلا هاد فيروس شيشي انه دار الفلوس والذهوبات والاملاك والثروه. وما نقولش لكم الهمه والشان، لان مستحيل انه يكون عنده مقاري مخاري، ما دير حتى شي حاجه، لا هو قاري ولا خاري، وسطروا عليها وقدر يوصل هذيك الثروه. فهو قدر ياثر على بزاف ديال الناس، وانه يدخل لهم بزاف ديال الوليدات الفكره. يعني مجرد انك ممكن انك تمشي تعطي راسك 1000 درهم، 1500، حتى 3000 درهم، وهذه واحد الحاجه اكسترا على حسب الاوديوات اللي سمعتوهم. فهو نقل هذا الفيروس للوليدات الصغار، الوليدات الصغار يعني ولاو تيخرجوا ب 1000 درهم. كيف يعقل 1000 درهم؟ يعني الا ضربناها في الشهر راه غتولي هادشي في المغرب، يعني الا تعامل مع مغاربه غتولي 1000 درهم، غتولي 3 المليون، شحال 6 المليون، 6 المليون مغربيه، ولا حسبوا ليا غتولي 1000 درهم غضربوها في 30
فهي 30,000 درهم، يعني 3 مليون في الشهر. إلا كان مثلا 1500 اكسترا، إلا كان مثلا سعودي ولا أجنبي، ضربوا لي 3,000 درهم، نضربوها في 30 يوم، يعني شوف شحال حسبوها. مهم، ماشي مهم الحساب. يعني هاد الفيروس أثر حتى على الوليدات صغار، وأثر على بزاف الناس، اللي هو بحكم أنه والشينوية على حسب الأوديوهات هو قواد، جر معاه بزاف ديال القوادة، وتقريبا هاد القوادة كاملين اللي كانوا معاه، انا ما كنهضر على شي شي واحد، كاع هاد القواده اللي كانوا كيمشيو معاه اكيد راه هو فيروس، ومستحيل انه هما ما غيكونوش تعاداو من هذاك الفيروس ديال ولد شيشي. يعني ضروري ان حتى هما عندهم العدوى، فهم مؤخرا يعني غبروا. والاعراض ديال هاد الفيروس ديال شيشي ان الاغلبيه كتلقى وجوههم صفرين، شداتهم سخانه، انهم ما كيبقاوش يبانوا على صفحات مثلا الفيسبوك الانستغرام، يعني غبروا وضربوا الطم. وكاين واحد اللي كان مثلا الحجر الصحي ديال كورونا راه هو 15 يوم، راه تقريبا هادي 15 يوم انهم هما غابرين، وممكن انهم يطولوا غيبقاو حتى يلقاو واحد اللقاح للولد شينوية ولا شيشي. وهاد اللقاح فقط الحل هو انه يشد القنينة ويمشي ياكل العديسة، هذا هو الحل ديال ولد شيشي. يعني ولد شيشي راه ما عنده حتى شي لقاح، واكيد راه هو نقل العدوى بزاف ديال الوليدات وبزاف ديال البنات المغربيات كنسطر عليها، اللي كان كيديهم هكا القواده وكان كيقود بهم، اكيد راه هما دخلاتهم هذاك الفيروس ولو يعني واكلاهم الدوده، وما يقدروش انهم يتراجعوا، لان في هذاك الوسط ديال القواده ولا البنات اللي كي هكا كيكونوا ساهل انهم يجيبوا الفلوس، صعيب انهم يمشيو يخدموا. غنقول لكم كاينه الخدمه في المغرب وكاينه في اي بلاد، ولكن هذا النوع اللي مصاب بفيروس شيشي كيبقى دائما دائما في هذيك البليه، وانه هذيك السخانه ولا هذيك الحمه ما كتبغيش تحيد، كتبقى لولا. يعني غير معقول انها غتمشي تخدم تفيق 6 ولا 5 الصباح وتمشي للوزين، لان حتى الا مشات للوزين غتبقى في هذيك البليه، غتلقاها غتمشي مع الشاف باش انه يطلعها مقابل فلوس ولا مقابل انه يعطيها واحد البوست. فيروس شيشي راه هو انتشر، والناس اللي صابهم في جوج الاسابيع كي قلت لكم هو راه منتشر ومازال منتشر. وفيروس شيشي راه ماشي غير هو بوحدو، والشينوي اللي مصاب به راه كاينين بزاف ديال الناس، غير هما مخبيين وما طالعينش في الميديا. فول شيشي كان داير هكا الانستغرام واليوتيوب فقط واحد الكاش ولا واحد الغشاء ولا غطاء، انه كيخفي الواقع ديالو والخدمه ديالو، لانه ضروري كيطرح دائما السؤال هاد الفيروس منين جا وشكون هو اللي صاوبوه. فهاد الفيروس تصاوب في الميديا يعني الناس اللي صاوبوه ماشي في مختبر، ولكن في الواقع انهم بقاو كيكبروا، والشينوية كيكبروا هذاك الفيروس كيصيبوه حتى كبر في المجتمع ديالنا. فيروس شيشي راه ماشي هذه هي النهايه ديالو، ممكن انه ما نقولوش غيمشيو يدرسوا في المختبر، ولكن كاينه دراسه اخرى ممكن انه يمشي للحبس. ولكن راه الحاجه اللي ما كتعرفوهاش كاينين ولاد، يعني فيروسات شيشي راه هما منتشرين. ما غنقول هو ديال فيروس شيشي هو انه الوالدين خاصهم يعرفوا مره انهم يديروا تيست لوليداتهم، وانهم يختبروهم الا كانوا كيجيبوا فلوس هكا غير مشروعه، وكيبان لك ولدك لاباس واكل وشرب، فاكيد لو هاد الولد راه هو فيه فيروس شيشي، الله يعافينا ويعافي وليداتكم، الله يعافي وليداتكم ووليدات المغاربه كاملين من هاد الفيروس. وكي قلت لكم الحد من هذا الفيروس هو انه الوالدين مره خاصهم يمشيو يديروا تيست لوليداتهم. ما تعرف شنو كاين وما تعرف على الدنيا كيفاش، وليداتكم هو واحد الامانه اللي خاصكم ملي كنتو كتخافوا عليهم من السخانه راه عندها، نقدروا ناخذوا دوليبران، نقدروا ناخذوا اسبيجيك ياك، ولكن فيروس شيشي صعيب انه ولا انتشر في الوليدات ديالكم. حضروا وليداتكم، هذا هو الهدف، ماشي اننا نقصوا من ولد شينوية او من الحكومة اللي هي اصلا مصابة حاليا، او من لحسي نادى لحسي بزاف الوحدين اللي هما مصابين، ما نقدرش انني نذكر الاسامي، فقط حماية بزاف ديال الحوايج، لانه كاين الحريات وكاين حدود، كاين حدود سواء في اليوتيوب ولا. فما تنسوش ديروا واحد لايك، ديروا ابوني الا ما كنتيش مابوني،
ومهم الهدف من فيرو شيشي هو اننا فقط نوصلوا واحد الفكره. فانا ما كنبغيش يكونوا فيديوهات طوال، دير لايك ودير تعليق، كتب فقط فيديو زوين فقط للدعم، دعم القناه ودعم فيديوهات ديالي. ان شاء الله في راسكم، والله يعافينا ويعافيكم ويحفظ وليداتكم من فيروس شيشي. مره كأم او كأب خاصك دير تسلو.